انضم إلى موجز أخبار الآن. قال مسؤولون أمنيون أفغان إن ما لا يقل عن صاروخين سقطا قرب مقر عسكري دولي وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم، ولا أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وكان تنظيم داعش أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على مسجد إمام الزمان في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً. عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة والهجومين على مسجدين في أفغانستان بحسب مصدر رسمي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر تقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية اليوم إن باريس ترغب في التحرك لمواجهة برنامج إيران للصواريخ وسلوكها المزعزع للاستقرار، لكنها تعتقد أن إلغاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيساعد المتشددين في إيران وسيمثل خطوة أولى نحو حروب في المستقبل. من المتوقع أن يكون الإعصار لان محملاً بأمطار غزيرة ورياح مدمرة عندما يهب على جنوب اليابان يوم الأحد في وقت تجري فيه البلاد انتخابات عامة، الأمر الذي دفع المسؤولين في أوكيناوا إلى تقديم موعد التصويت يوماً واحداً ببعض الجزر النائية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار وصل إلى الشرق من الفلبين صباح اليوم. أكدت دراسة جديدة أن الأذكياء عرضة لخطر الإصابة بالأمراض العقلية بمعدل الضعف مقارنة بأقرانهم الأقل ذكاءً، وغالباً ما يعانون من مشاكل متعلقة بالقلق. وقام الباحثون في كلية بيتزر في كاليفورنيا بفحص بيانات 3715 عضواً من جمعية منسى الدولية، وهي أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي الذكاء الفائق. وأظهر الفحص أنهم كانوا يعانون من القلق والاكتئاب والتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطرابات أخرى. حاولت شركة فيسبوك جلب المزيد من المستخدمين إلى شبكتها الاجتماعية من خلال إضافة عدة ميزات وتحديثات تسهل استخدام التطبيق، فقد بدأت فيسبوك اختبار ميزة تتيح للمستخدمين نشر التحديثات التي تختفي تلقائياً بعد فترة زمنية محددة. إلى اللقاء. شكرا على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب إن تم الإعجاب بذلك. شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.